برعاية رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة، انطلقت فعالية مؤتمر ومعرض جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي، والذي تستضيفه مملكة البحرين في دورته السنوية 23 تحت عنوان جودة برامج التدريب والتأهيل في المكتبات والمعلومات. التفاصيل مع الزميلة إيمان شرف. كخريطة طريق نحو الاعتماد المهني والأكاديمي، يأتي مؤتمر ومعرض جمعية المكتبات المتخصصة في نسخته 23، حيث تهدف هذه النسخة إلى تحقيق الهدف المنشود، وهو استعادة مكانة المكتبة العربية واستنهاض روحها القويمة وما تحققه من وظائف هادفة للارتقاء بالإنسان والحضارة الإنسانية جمعاء. هذا المؤتمر فيه أوراق يعني بحثية قوية جدا، وطبعا هذه الأوراق هي محكمة، لهذا أي واحد سيحضر المؤتمر سوف يستفيد استفادة كبيرة جدا من المعلومات الغنية الموجودة في هذه الأوراق وهذه الأبحاث، ثم أن النقاش سوف يثري طبعا ويؤدي في الأخير إلى صقل مهارات الموجودين في هذا المؤتمر. أيضا المعرض المصاحب إلى المؤتمر، هذا المعرض طبعا فيه الكثير من الأمور، خصوصا من الأجهزة التي تستخدم لتقنية المعلومات، وهي كثيرة جدا ومتطورة، وأعتقد أن هذه طبعا بيكون لها أثر كبير جدا. إن المؤتمر ينصب تحت مظلة تعزيز البحث في الموضوعات ذات الصلة بالاعتماد الأكاديمي والتعاون بين الأقسام العلمية في المكتبات والمعلومات بالجامعات الخليجية لبناء مناهج ونظم تعليمية متطورة تتسم بالجودة العالية والتقييم العلمي المهاري. نهتم جداً بدور المكتبيين وأخصائي المعلومات لهذا الدور المهم في التنشئة وفي التعريف وفي التوثيق، فالمكتبات هي ذاكرة الوطن وهي الحافظة الأساسية لكل ما يتعلق بتراث وتاريخ الوطن من كتب ومخطوطات وخرائط وصور وأفلام وجميع المقتنيات وأوعية المعلومات. لذلك نقيم هذا المعرض لنوضح أهمية دور المكتبات ومراكز المعلومات. احنا شركة سعودية متخصصة بمصادر المعلومات الإلكترونية وقواعد البيانات، بنغطي جميع شرائح علم المكتبات والتخصصات العلمية في الجامعات ومعاهد الأبحاث ومراكز العلمية، ومزودين لبعض دور النشر العالمية الموجودة في العالم، وبخصوص RFID Solutions احنا مزودين له على مستوى الشرق الأوسط بخصوص RFID Solutions للمكتبات. يمثل المؤتمر فرصة في فضاء الإنجاز العلمي والثقافي وواحة من الفرص المليئة بأجواء النقاش الرصين وتبادل الآراء بين الأكاديميين والمختصين، وذلك في ظل ما يعيشه العالم من نظريات واختراعات واكتشافات جديدة لتسهل مواكبتها. إيمان شرف، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.